خالي شباط واديك مسكن محب اسكب عبيرك في مجوانح اسكب خالي شباط واديك مسكن محب اسكب عبيرك في مجوانح اسكب وابويا انا كملي اهد واقرب ومضخ يشرب كم شموس يغرب كالي شباط مخبتجي جرفك شفا قلبي معلي طويل مشوارك طويل انا نحاش عبك نجي احلامي وشمس الشموس وفرحة احزاني الكئيبة من نهرها الحقني اعب الكؤوس وانت على ارض التعيبة واشكي عليها كم بقلبي فحوس من فرقة الامة الحدوبة بعدش انا يماها عوض الظروس واعدد ايامي الرتيبة أعمى وخلاني فراقش أحوس وضعت على شواك الذريبة أين الذي كانت الحالي تسوس وتعرف أطوالي العجيبة لا صحتنا جاء وعتكسر كسوس غداك ذا الحين أجيبة تمسح على شعري تمسه مسوس يا رب لا تكسر عصيبة واجعل حياته كلها في الهموس ما يشتكي عمره مصيبة في الفجر تتقمس ربابي قموس وتضرقه طرقه لبيبة قم يا علي قد حان وقت الطقوس بادر لربك وانتويبه يجنبك شر العرب والمجوس ويبعدك عن كل ريبه تذوق القات النويد والنخوس في جنه الخلد الرغيبه حيث الثمار الدانيه الغروس والحوريات كم رطيبه وحيث ما حد يشتغل بالفلوس ولا بالاحوال الصعيبه برحمه الله انت فوق الرؤوس في رحمته يبني قريبه لا تعد الشيطان خليه يحوس ما حات با تطفى حروبه الله معك ما فوق ترسه تروس ولا حدا يقهر ربيبه كنت مريض كنت مريض من الاعصاب تقول لي لا تصعد الشيطان خليه يحوس ما حات با تطفى حروبه الله معك ما فوق ترسه تروس ولا حدا يقهر ربيبه امه دعواتش تزيد الكبوس تسلي النفس الكئيبه منش تلقى علوي أحلى الدروس وعادت أفكاري السليبة أنتي مناري في ضام الغلوس أنيس روحي والطبيبة قولش يصفي القلب كالأندروس ونظرتش تشفي لهيبة في عصر يتحكم بأهل المكوس على الهواء يشتو ضريبة لجلي يتجرع في حروب البسوس من قبل أيام الشبيبة أيام جمع الهندية والغسوس وعاد في ظفري الحليبة الله يجادش يجادي العطوس حين يحمد المولى يزيبه قلبي معش في حد يدوس متى سمع صوتش يجيبه اذا بدا رايه لرايش عكوس يبقى العرق منه صبيبه ويرتضي يدعس على الف موس ولا يكشر في شنيبه بدعوتش في الخلد يغطس غطوس وفي الباش راحت جنوبه. والشعر بالنسبه اليه مملكته الكبرى. الشعر مملكتي الكبرى أدير به كل العوالم من قوات محرابي. إنه الشاعر الكبير الأستاذ علي عبد الرحمن جحاف. يا ريم أرض الشرف رحمات قلبي من عيون مغيد ما هو مطرف لا تجعلها لك هدف مبناك عالي ومثلك لا تعجرف قلبي قدف مرقف ما عاده إلا بلجحة من عيونك ويزغف يرضيك بعم طرف بابيعها ما قبالي ما عثمان واخرف على يعني الذي قنوها أستاذ كوكباني. ولد الأستاذ الشاعر علي عبد الرحمن جحاف في قرية الشرف بن الغشم ناحية بني العوام محافظة حجة عام 63-300 للهجرة. درس القرآن الكريم على يد الأستاذ علي حزام الشريجة بالشغادرة. التحق بالمدينة العلمية بمدينة المحابشة فتلقى الإنشاد والمحفوظات واللغة العربية والمعاني والبديع على يد الأستاذ أحمد هاشم الشهاري. على جبال الهنا. أيوة. على جبال الهنا في جنة الأرض عشنا درب الضياء دربنا وبقعة من بقعنا في كل قرية لنا صخرة عليها كتبنا حد الهوى حدنا وموطنه من تزهنا على تلال القمر في مرقص النجم الأخضر ما بين وشحى ومسور فوق واد الشجر حيث ارتبع حبنا دار الهوى حيث درنا ما حد يلعب لعبنا ولا تنفس نفسنا
لا كنت ناسي تذكر يوم غنيت لك والنهر تصفق وكركر واستوى قبلك. يقول عنه الشاعر عبد السلام الوجيه: هو شاعر مبدع يتجلى إبداعه في روائع القصائد الحمينية التي كتبها، وأصبحت منتشرة تتغنى بها الشفاه وتطرب لها العامة والخاصة في اليمن. وطني وهبتك أضرعي وجهودي ورفعت بندك فوق كل بنودي وجعلت من حبي لشعبك غايتي فمحبتي لك غير ذات حدودي. أفأدعي الإيمان دون محبتي وطني ومهد تضرعي وسجودي. خابت إذا هي الظنون وأخفقت مني المساعي لارتقاء وجودي. حبي لأرضي من محبة خافقي لله من هو وحده معبودي. أفلا أغني يوم وحدة أمتي حتى يضج من الطبابة عودي. لما دنت صنعاء تعانق أختها عدنا تفجر في وجود نشيدي. وأصاخت الأفلاك ترهف سمعها لرقيق ألحاني وبوح قصيدي. وشعرت أن الكون بات بقبضتي فأنا بعيد لا يقاس بعيدي. الآن حيث الفرع عاد لأصله من بعد طول تباعد وشرودي. يحلو لحجة أن تهل دموعها فرحا بشبوة وهي تحضن ميدي. وبحضرموت ورد حقق حلمها وذراعها ممدودة لجبيدي. وأسود أرض الجنتين تدفقت تدهو بآثار لها وسدودي. لتشيد فوق الأرض أعظم دولة تعنو لها هامات كل عنودي. عربية للمال يغريها بأن تحني الجبين ولا قوة تهديدي. الحريات بأرضها مكفولة من دون هيمنة ولا تشديدي. والعدل يسمن في جميع ربوعها لا فرق بين مسود ومسودي. صنعاء هذا يوم عيدك فاشمخي دهوا بعيدك رغم كل حقودي. صنعاء هذا يوم عيدك فاشمخي دهوا بعيدك رغم كل حقودي. وتضاولي تيها على كل الورى في حفل وحدة شعبك المحمودي. تجد في معظم شعره الأصالة والصدق وعمق التجربة ونقاء الفكر وصفاء العاطفة وحرارة الانفعال ورقة الإحساس وشفافية التصوير والخيال. معنا في مكتبة الإذاعة ديوان جميل جدا هو فل نيسان، وهذا الديوان هو كان من أشهر الدواوين للشاعر علي عبد الرحمن جحاف، إضافة إلى كاذي شباط وديوان رياحين، وأيضا كان في هناك ورود تشرين. بس فل نيسان اشتهر لأنه جمع فيها الكثير من الأشياء، جمع فيه قصائد للوطن، قصيدة للوحدة لزوجته، كان دائما كان كثيرا يحب زوجته كثيرا، كونه كان علي عبد الرحمن جحاف لا يشتغل في الخارج كثير كون جسمه لم يكن يتحمل العمل، لذلك كانت زوجته كما هو مرة في من المرات كان في معالقة في ربما في تلفزيون أو في صحيفة لم أعد أتذكر. فأشاد بزوجته كثيرا كونها كانت المتصرفة يعني الكثير في أعماله في حياته. وإضافة لفل نيسان كان في قصيدة للمذيعة المشهورة رانيا برغوث في قناة الام بي سي، فسألها هل تغاري من هذه يعني غرتي من رانيا؟ قالت له لا لم أغار لأن بينك وبينها مسافات كبيرة، لكن لو كتبت في واحدة من اليمن يعني أتكون الغيرة فظيعة. لما سمع هذه القصيدة التي هي واطية مغرب من الفنان القدير عبد الرحمن أيوب طارش عبسي فنان اليمن وفنان تهامة بالذات الفنان الوطني الأبي نسأل الله له الشفاء، أنه لما قال هذه القصيدة قال لأول كأني لم أقل هذه القصيدة لما سمعها، قال كأني لم أقل هذه القصيدة لشدة حلاوتها وطراوتها. قال هو يقول وطائر مغرب وجه سنم تهايم أحيان في مزيدية وأحيان منها وشايم، إلى أن يقول فيها وطائر مغرب وجه سنم تهايم أحيان في مزيدية وأحيان منها وشايم سكم أشي السايلك واخو طيور حوايم كنشين حاكم ولي يزهد يوطي باللهجة التهامية الجميلة التي قريبة سهلة من عقول الناس تحاكي همومهم ويعيشها كل الطفل والصغير والكبير والذكر والأنثى يفهمها بمفرداتها جميعا. كنشين حاكم ولي يوطي تمايم يفتح لقلب كتاب يعني يفتح لقلب كتاب، إلى أن يقول فيها من جبل من من إلى جبل راس أمشي بين دواي همس الأرض همّاس.
وغزالم تهايم أذبتني في غرامك والقلب ذايب وهايم سهران طول الليالي وأنت سالي ونايم يبات سهران ومهموم من كان في الإشق هايم وشفته جماله ربشني ومشيت في مخط آيم وشفته جماله ربشني ومشيت في مخط آيم شفت المشاكر بخده وورد فلو قريشي يردمونه ردايم وألي لم هوا هل تفيدم تمايم وألي لم هوا هل تفيدم تمايم للي مأذب ومألول وصار في مزخم هايم وألي لم هوا هل تفيدم تمايم للي مأذب ومألول وصار في مزخم هايم وصرت هايم بحبك وأنت داري وآلم وبالله ارحم متيم لا تكون قاسي وظالم وبالله ارحم متيم لا تكون قاسي وظالم مألول فم حب تأبان موسم وبمآلم حلا كلك حلا أحمر ووردي بخدك أو بثغرك لول والماس صفى خدك وألوانه تودي صحيح العقل في لوسة ووسواس فقلي ما الذي شفتها بخدي فقلت الحق من تفاح تكساس وخنجر حضرمي خشمك معدي ولك لكنة تقارب أهل مكناس عراق الجيد والأجفان هندي دمشق الخد من بيروت لكساس خفيف الدم أسلوبك تحدي بذا مصري وبالأسلوب من فاس متى أسمع نعم يدك بيدي وننسى إننا في حولنا ناس على ساعة صفا نأخذ وندي ونكتب ذكريات العمر في طاس لما تجزر إذا وافقت مدي ونالك أرسل الأمواج أنفاس صحيح الحسن لك والشوك عندي صدق من قال إن العرق دساس هناك الكثير من يعني كتب القصيدة التهامية ويعني تعاملوا مع كتابة القصيدة الغنائية التهامية وكانت يعني قصائد جميلة وأديت يعني أداء جيد ونتمنى أن تكون جميع هذه الإسهامات من هؤلاء الشعراء الكبار والعمالقة أن تكون يعني إسهاما في تكوين الأغنية التهامية فعلا التي نحن بحاجة إلى أن تبرز كأغنية على السطح وفي الوسط الفني لأن اللون التهامي هو لون مستقل ويحتاج من يجيد التعامل مع هذا اللون كتابة وأداء وغير ذلك التقينا الشاعر المبدع أطال الله عمره علي عبد الرحمن جحاف في منزله ومتعنا بحياته وحورناه حول مسيرته الإبداعية في الشعر والأدب أما عن أغنيته الشهيرة طائر مغرب التي غناها الفنان أيوب طارش وبلغ صيتها الآفاق فقال عنها حسن عبد الله الشريفي زميلي وحبيبي وصديقي وهو ذلحين الشاعر الأول يشار إليه بالبنان يعني في اليمن وكذلك الشاعر عبد السلام عباس الوجيه وعباس الديلمي وغيرهم أنا طائر مغارب هو في المجلس في مجلس الشعب التأسيسي في صنعاء وأنا بدور لي لقمة في زيدية وكنا نتبادل في بريد المستمعين عبر الإذاعة من 71 إلى ما بعدها طبعا ف أنا كتبت وأنا زلم زيدية يجني زهور مسلام بالله بالله سيبه حرم عليك تحرمه طعب السعادة حرام عادهم ريا حبيبه ما قد قبل لو تفكر بمعيون مزخام ولا معشاش مرغيبة يا ذي تظن الهوى الغالي مجرد كلام يجعل عقلك مصيبة ما كنت أتوقع أنه يدخل الأستاذ علي عبد الرحمن بعدها بسنوات في مرحلة اكتئاب حادة لمدة 14 سنة بعدها هو كتب وأنا زلم زيدية لا كتب بعد علي المهوى وطائر مغرب وطائر مغرب أنت ما يسمع فنان أو شاعر كلمات هذان الشاعران حقيقة أنه يتمنى أن يصبح شاعرا ليكتب كما كتب هؤلاء الجهابذة والفنانون فنحن يعني نقتدي بأبياتهم دائما عندما نسمع أغنية من أغانيهم أو قصيدة من قصائدهم فإننا ننسجم معها ونذهب أيضا بعقولنا فنركز في صداها فنحاول أن نكتب على هذا المنوال أبياتا من الشعر لكننا هيهات أن نصل إلى ما كتبوا إليه
أولا الشاعر علي عبد الرحمن جحاف لا يخفى على الكثير أنه شاعر له إسهامات كثيرة في الشعر، له دواوين عديدة، لكن هذه الأغنية إضافة إلى أغنية أيضا يا ريم أرض الشرف التي لم تلاقي الاهتمام الكثير من المستمع أو حتى من كالي شباط واديك مسكن محب اسكب عبيرك في مجوانح اسكب كالي شباط واديك مسكن محب اسكب عبيرك في مجوانح اسكب وابويا انا كم لي اهد واقرب ومضخ يشرب كم شموس يغرب كالي شباط مخبتجي جرسك شفا قلبي معلي طويل مشوارك طويل انا نحاش عبك نجي أحلامي وشمس الشموس وفرحة أحزاني الكئيبة من نهرها الحاني أعب الكؤوس وانت على أرض التعيبة واشكي عليها كم بقلبي فحوس من فرقة الأمة الحدوبة بعدش أنا يماها عوض الظروس وأعدد أيامي الرتيبة أعمى وخلاني فراقش أحوس وادعس على شواك الزريبة أين الذي كانت الحالي تسوس وتعرف أطوالي العجيبة لا تحتنا جاوعت كسر كثوس قداك ذا الحين أجيبه تمسح على شعري تمسه مسوس يا رب لا تكسر عصيبه واجعل حياته كلها في الهموس ما يشتكي عمره مصيبة في الفجر تتقمس الباب قموس وتضرقه طرقه لبيبة قم يا علي قد حان وقت الطقوس بادر لربك وانتويبه يجنبك شر العرب والمجوس ويبعدك عن كل ريبة تذوق القات النويد والنخوس في جنة الخلد الرغيبة حيث الثمار الدانية الغروس والحوريات كم من رطيبة وحيث ما حد يشتغل بالفلوس ولا بالأحوال الصعيبة برحمة الله أنت فوق الرؤوس في رحمته يبني قريبة لا تسعد الشيطان خليه يحوس ما حات با تطفى حروبة الله معك ما فوق ترسه تروس ولا حد أن يقهر ربيبة كنت مريض كنت مريض من الأعصاب تقول لي لا تصعد الشيطان خليه يحوس ما حاس با تطفي أصفى حروبة الله معك ما فوق ترسة تروس ولا حد أن يقهر ربيبة أمه دعواتش تزيد الكبوس تسلي النفس الكئيبة منش تلقى علوي أحلى الدروس وعادت أفكاري السليبة أنتي مناري في ظلام الغلوس أنيس روحي والطبيبة قولش يصفي القلب كالأندروس ونظرتي تشفي لهيبة في عصر يتحكم بأهل المكوس على الهواء يشتو ضريبة لجلي يتجرع في حروب البسوس من قبل أيام الشبيبة أيام جمع الهندية والغسوس وعاد في ظفري الحليبة الله يجادش يجادي العطوس حين يحمد المولى يزيبه قلبي معيش في حدست يدوس متى سمع صوتش يجيبه إذا بدا رأيه لرأيش عكوس يبقى العرق منه صبيبه ويرتضي يدعس على الفموس ولا يكشر في شنيبه بدعوتش في الخلد يغطس غطوس وفي رضاش راحت جنوبه. والشعر بالنسبة إليه مملكته الكبرى. الشعر مملكتي الكبرى أدير به كل العوالم من قوات محرابي. إنه الشاعر الكبير الأستاذ علي عبد الرحمن جحاف. يا ريم أرض الشرف رحمات قلبي من عيون مغيد ما هو مطرف لا تجعلها لك هدف مبناك عالي ومثلك لا تعجرف قلبي قدف مرقف ما عاده إلا بلجحة من عيونك ويزغف يرضيك بعم طرف بابيعها ما قبالي ما العثمان واخرف على يعني الذي قنوها أستاذ كوكباني. ولد الأستاذ الشاعر علي عبد الرحمن جحاف في قرية الشرف بن الغشم ناحية بني العوام محافظة حجة عام 63-300 للهجرة. درس القرآن الكريم على يد الأستاذ علي حزام الشريجة بالشغادرة. التحق بالمدينة العلمية بمدينة المحابشة
فتلقى الإنشاد والمحفوظات واللغة العربية والمعاني والبديع على يد الأستاذ أحمد هاشم الشهاري. على جبال الهنا. أيوة. على جبال الهنا في جنة الأرض عشنا، درب الأرضية دربنا وبقعة من بقعنا، في كل قرية لنا صخرة عليها كتبنا، حد الهوى حدنا وموطنه من تزهنا، على تلال القمر في مرقص النجم الأخضر، ما بين وشحى ومسور فوق وادي الشجر، حيث ارتبع حبنا دار الهوى حيث درنا، ما حد يلعب لعبنا ولا تنفس نفسنا، لا كنت ناسي تذكر يوم غنيت لك والنهر تصفق وكركر واستوى قبلك. يقول عنه الشاعر عبد السلام الوجيه: هو شاعر مبدع يتجلى إبداعه في روائع القصائد الحمينية التي كتبها، وأصبحت منتشرة تتغنى بها الشفاه وتطرب لها العامة والخاصة في اليمن. وطني وهبتك أضرعي وجهودي، ورفعت بندك فوق كل بنودي، وجعلت من حبي لشعبك غايتي، فمحبتي لك غير ذات حدودي، أفأدعي الإيمان دون محبتي وطني ومهد تضرعي وسجودي، خابت إذا في الظنون وأخفقت مني المساعي لارتقاء وجودي، حبي لأرضي من محبة خافقي لله من هو وحده معبودي، أفلا أغني يوم وحدة أمتي حتى يضج من الطبابة عودي، لما دنت صنعاء تعانق أختها عدنا تفجر في وجود نشيدي، وأصاخت الأفلاك ترهف سمعها لرقيق ألحاني وبوح قصيدي، وشعرت أن الكون بات بقبضتي فأنا بعيد لا يقاس بعيدي، الآن حيث الفرع عاد لأصله من بعد طول تباعد وشرودي، يحلو لحجة أن تهل دموعها فرحا بشبوة وهي تحضن ميدي، وبحضرموت وقد حقق حلمها وذراعها ممدودة لجبيدي، وأسود عرض الجنتين تدفقت تدهو بآثار لها وسدودي، لتشيد فوق الأرض أعظم دولة تعنو لها هامات كل عنودي، عربية للمال يغريها بأن تحني الجبين ولا قوة تهديدي، الحريات بأرضها مكفولة من دون هيمنة ولا تشديدي، والعدل يسبن في جميع ربوعها لا فرق بين متود ومسودي، صنعاء هذا يوم عيدك فاشمخي زهوا بعيدك رغم كل حقودي، صنعاء هذا يوم